إلى الروح أسكن جسد هذا الغلام، فقد أثقلت في الهموم وغدر الوئام، إلى كل ذكرة ومفاضة كلام، مني لكم ألف تحية وسلام. التحية الأولى كانت إلى حمزة ورفاقه بعد مرور شهر على رحيلهم، ثم إلى الإعلام اللبناني الملاحق اليوم من محكمة دولية تسعى لترهيبه، وبعدها إلى صحفيين فقدوا في سوريا وعلى رأسهم اللبناني سمير كساب. كان ذلك في مطعم الساحة، حيث دعت مجموعة من الإعلاميين إلى لم الشمل. وشمس عاندت المغيب، فهل هلال الوعد انتصارات؟ أمام إحراج لماذا؟ حين أسألك أو أسأل نفسي، لماذا قتلت يا زميلي؟ لماذا استشهدت؟ لماذا استرخصت دمك وحياتك وأيامك وضوء العينين ونور الصباح وسكون العشيات؟ كيف أصدق أنك قتلت من أجل حقي في الحقيقة؟ وأمس بالذات كنت أنا ومعي كل صاحب كرامة في قفص اتهام أجنبي مع كرمة. بعيداً عن استهداف الإعلاميين، لا يزال الغموض الذي يلف مصير الزميل في قناة سكاي نيوز المفقود في سوريا سمير كساب جرحاً نازفاً في الجسد الإعلامي، ولم تنجح أيام غيابه في شطبه من ذاكرتنا. بعد ذلك وأمام صورة جامعة لحمزة ورفيقيه شهداء الواجب، تسلم والد حمزة درعا تكريمية. كوكب بس كان عمره قصير، وهالكوكب قدر بهالفترة البسيطة من عمره الإعلامي إنه يوصل كتير من اللي كان لازم يوصل. وبقوله لأ حمزة، نام قرير العين في جنة الخلد، فرفقاتك رح يكفوا الطريق مثل ما تمنيت. وتخلل اللقاء عرض لتقرير عن حمزة أعده الزملاء في قناة المنار، وقصائد شعرية ألقيت عن روح حمزة الذي عرف بحبه للشعر.